كافورميل أحد الكهوف الطبيعية بمحافظة مرسى مطروح المحفورة في باطن الجبل، وهو على شكل قوس يشبه حدوة الحصان في الشكل، ويوجد تحت سطح البحر بحوالي 13 مترا تقريبا، وله مدخل ومخرج عند طرفيه عند المنحدر الذي يطل على الشاطئ. واختاره الجنرال الألماني روميل ليكون مقرا له أثناء الحرب العالمية الثانية. طبعا محافظة مطروح حولت الكهف طبعا في سنة 77 لمزار تاريخي للقائد روميل، وطبعا بعض المقاومات اللي احنا بنشوفها جوه، طبعا يمكن اول حاجة بنشوفها اللي هو المدخل، على المدخل بتاع المتحف، وفي طبعا مخرج اللي هو عبارة عن حدوة حصان، مدخل ومخرج، وفي نفس الوقت المقاومات كلها اللي موجودة خاصة بالقائد، عبارة عن صور فوتوغرافية، عبارة عن بعض خرائط الخاصة بالحرب العالمية الثانية. طبعا بالنسبة للمتحف بيعتبر طبعا يمكن الموسم الصيفي هو الطب بالنسبة له. طبعا في برضو عندنا اللي هو رحلات الشارتر الأجانب، بيجي الوفود الأجنبية، عندنا احتفالات في شهر 10 طبعا اللي هي احتفالات اللي هو ذكرى اللي هو معركة العالمين، وطبعا العديد من الزوار بيزوروا المتحف سواء مصريين أو أجانب، وطبعا يمكن من المعالم الرئيسية في محافظة مطروح. المتحف الذي تم وضعه داخل الكهف يضم خرائط الحرب التي تحوي ملاحظات روميل بخط يده ونياشينه وقلادته، بالإضافة إلى البوصلة الخاصة به. كما يعرض المتحف عددا من الخوذات الخاصة بالجنود المشاركين في حروب الجيش الألماني. ويضم المتحف قطعتين تعدان من ضمن الأسلحة الشخصية لإيرفين روميل، رحلة ممتعة لزوار المتحف، وكأنه جزء من حكاية لها بداية ووسط ونهاية، تبدأ بمدخل الكهف وتمر على الفترينات الأربع المكونة للمتحف والتي تضم مقتنيات القائد روميل، وتنتهي بفتحة قبو الكهف من الناحية الأخرى، وبذلك تنتهي حكاية المتحف بالخروج من الناحية الأخرى للكهف. انا مبسوطه جدا ان انا جيت المكان وشفت ان هم حولوا المتحف كده ان يكون فيه يطلع عن الحضاره بتاعتنا او يطلع عن التاريخ بتاعنا او ايه اللي حصل فيه. وكمان الحاجه الاجمل ان المتحف قصاده منظر جميل جدا من اللي هو شاطئ روميل، وبيطل على مكان جميل. يعني انا مبسوطه ان انا جيت وشفت المكان دوت. بحب الحاجات التاريخيه بخصوص الحرب العالميه دي بالذات، وكل سنه باجي فيها مرسى مطروح وبحب ان انا اجي المتحف هنا باستمرار وابص عليه واشوف فيه حاجة اتطورت جديدة، اهتموا بحاجة زيادة، في حاجة ناقصة ولقوها له اللي هو يخص روميل. يعني أكتر حاجة شدتني في المتحف هنا كانت الأسلحة والخرائط المتنوعة في المتحف. أنا النهاردة بصراحة عجبني قوي المتحف، وعجبني قوي الحاجات اللي شفتها، وخدت معلومة وفكرة ما كانش معايا، يعني ما كانش جوايا. وبصراحة أنا حبيت المنظر وحبيت إن أنا أخش وأكتشف وبرضه أشوف معلومة. يعني أنا كنت تايهة عندي المعلومة اللي أنا خدتها النهاردة ولقيتها النهاردة. يعد متحف روميل أحد أهم المعالم الأثرية بمحافظة مطروح، حيث يقع بأحد أهم شواطئ المحافظة وهو شاطئ روميل، بالإضافة إلى أنه شاهد على الدور المحوري الذي حظيت به مدينة مرسى مطروح خلال الحرب العالمية الثانية.